أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم همسات عابر من خلال الفضائية القبطية. بنرحب بكل أحبائنا المشاهدين بيشاهدونا اليوم، وحلقة في غاية الأهمية لأنها هتتكلم عن موضوع في غاية الأهمية. والنهاردة بيسعدني ويشرفني يكون معايا أخي وصديقي وزميلي في هذه الحلقة، وأنا بعتبره الموسوعة الكتابية اللي برجع ليه دايما في أي حاجة تقف قدامي، بصراحة ما انكرش يعني للرب مديله نعمة وعلم في عمق جميل جدا في الكتاب المقدس، لأنه دارس كويس جدا وشخصية من أروع شخصيات اللي قابلتها في حياتي، وبتعلم منه كتير وبعتبره أخي الكبير جناب الشيخ الدكتور صفوت سعد. أهلا بك حضرتك الشيخ. علي أنا الكلام ده؟ تخيل. ده كتير، الله يخليك. لا صدقني بيقل من الحقيقة. لا أشكرك يا ربنا يباركك. أنت دايما يعني أنت دايما لسانك حلو وأنت حلو. ربنا يخليك، ربنا يخليك. في بداية حلقتنا ترفعنا في طلبة صلاح الشيخ. أكيد يا أبونا الطيب، بنشكرك لأنك بتستخدم أناث نظيرنا، بنشعر بعدم استحقاقنا يا سيد أن نحمل الكلمة المقدسة. فقط نأتي يا رب طالبين معونة من عندك، إرشاد بروحك القدوس فينا. ليتك ما نتكلم ما تريدنا أن نتكلم به. أعطينا يا رب تفرغ كامل لتملأنا أنت يا رب بكل كلمة وبكل فكرة. خلينا يا رب نكون مفيدين لكل المشاهدين، ونكون سبب في تغيير نفوس وحياة من عمق إلى عمق. اذكرنا واذكر كل شيء ممكن يحصل لكل المجد. آمين. آمين آمين. وندخل إلى محضر الرب بترنم ودياره بالتسبيح. تعالوا ندخل إلى قدس الأقداس النهاردة عشان نتعلم من كلمة الله. مبارك اسمك يا رب. أدخل لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي ممن أخاف. أدخل لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي ممن أخاف. فتعالى بروحك أبصر مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن. سلطان الله لنا الشفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروح
حكام. ربي أنت نهر يفيض بالحب تثمر فيا فرحان. أنت سلامي فيك أمان ليس لي سواك يا الله. ربي أنت نهر يفيض بالحب تثمر فيا فرحان. أنت سلامي فيك أماني ليس لي سواك يا الله. فتعال بروحك أبصر مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك. أنهار مياه، أنهار حياة. رب لكل المجد هو رب الحياة. وما كان بيتعامل مع التلاميذ كان بيتعامل بمنطلق فكرهم. ويمكن لما نرجع لكلمة الله وبالذات في العهد الجديد نلاقي إن رب المجد يسوع المسيح كان بيتعامل بأمثال، وأيضا كان يدخل مع تلاميذه في حوارات، خاصة أنه هو اللي اختارهم، هو اللي نقاهم وقال لستم أنتم الذين اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. هو اللي اختار ولاده، هو اللي اختار تلاميذه، هو اللي اختار. بس أنت تتمتع بهذا الاختيار لما تقبل عمل المسيح. هو مختار ويريد أن كل الناس، جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. لكن نلاقي رب المجد يسوع المسيح لما بدأ ينقي تلاميذه نقاهم صيادين، ولما بدأ يتكلم معاهم قال لهم أنا مش هخليكم تصطادوا سمك لكن تصطادوا الناس، تصطادوا الناس من قبضة إبليس وتردوهم إلى مكانهم الأصلي في محضر ملك الملوك ورب الأرباب، علشان هم دول أهل بيت الله. لكن أنا مش عايزكم تكونوا تصطادوا سمك بالشباك ولكن تصطادوا الناس. الكلمة دي قالها لي كل المجد في إنجيل لوقا والإصحاح الخامس، وكان بيكلم بيها بطرس. وقبل ما يقول له إنك أنت هخليك تصطاد الناس قال له وقال للتلاميذ لو أنتوا عايزين تصطادوا لازم تدخلوا إلى العمق، والنهاردة إحنا عايزين ندخل للعمق، فيلا بينا إلى العمق. أمين أمين. موضوعنا النهاردة عن إلى العمق، كلمة كبيرة قوي وكلمة خطيرة قوي اتكلم بيها رب المجد يسوع المسيح، وخاصة في هذا المشهد اللي كان بيكلم فيه بطرس في إنجيل لوقا الإصحاح الخامس. يا ترى لما نتكلم عن كلمة إلى العمق، لما قال الرب المجد يسوع المسيح في عدد 4 لبطرس ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد، واصطادوا بعديها سمك كثير جدا جدا جدا، لكن جاء في الآخر وقال لهم لا تخافوا من الآن تكون تصطاد الناس. أنت مش هتصطاد سمك كثير، لا هتصطاد نفوس كثيرة.
معنى كلمة إلى العمق يعني؟ نقدر نقول العمق يعني شيئين. إما يكون بعيد عن البر، كل ما تدخل جوه في المية ده اسمه العمق. نعم. أو العمق تدخل جوه عمق يعني عكس السطح. يعني السطح كده الأرض يعني. يعني أنا حتى لو كنت جوه في المية شوية بس على السطح اللي فيه عمق أقدر أدخل في عمق، فممكن يبقى عمق أفقي وعمق رأسي. العمق الأفقي إنه كل ما تبعد جوه كل ما الشاطئ يبهت، كل ما العالم يبهت، كل ما يبهت كل يبهت يبهت يبقى بهتان يعني، يبقى بهتان ملوش معالم ويصغر في نظرك. كل ما تدخل جوه أكتر بتشوف البر حجمه مش هو حجم اللي كنت فيه ساعة ما كنت في البر. وكل ما تدخل جوه هتلاقي الجواهر جوه، العمق جوه. فالعمق عكس العالمية أو الجسد أو العالم، العمق عكس السطحية، إني أكون سطحي، والاتنين مطلوبين. مطلوبين إنه العمق يعني إني أتخلص شيئا فشيئا من الجسد والعالم وكل مشتهيات شهوة العيون وتعظم المعيشة وكل الحاجات دي. والعمق إني أدخل في شركة وعلاقة جديدة مع الله، مع الكلمة، في الملء بالروح، هتتغير كل شيء. وزي ما هنحكي بعدين إنه في العمق منظر تاني وتغيرت الصورة بالكامل. فده يعني العمق. العمق معناها إنك أنت داخل الغريق، مفيش 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 ليك وقف تقدر تسند بيه رجليك في العمق. العمق يعتمد على الثقة، ثقة الدعوة اللي دعاني. أنا في الأرض واقف على رجلي، عارف لما بحط الخطوة أنا عارف الخطوة دي فين. جوه أنا مفيش، أنا معتمد عليه هو، وعارف إنه لو في يوم من الأيام وقعت هيقدر ينتشلني زي اللي حصل مع بطرس. وده اللي هنقوله، ده معنى تاني للعمق كمان. انك مش بس تدخل الى الاعماق كده، لكن ده يخليك كمان تمشي فوق المية. كونك تمشي فوق المية ده عمق جديد، واخد بالك؟ يعني في العمق انت مش موجود هناك عشان تغطس بس، لكن موجود هناك عشان تمشي فوق المية. ما تقدرش تختبر الاختبار ده وانت على الشاطئ، والا ما يبقاش في اي نوع من الاثارة، واخد بالك؟ لو انا ماشي في الارض ايه الجديد في ده؟ مفيش حاجه. ايه العادي يعني؟ ايه الخبر المثير ان اقول لك انا ماشي على الارض؟ انا ماشي. طب ما كل العالم ده ماشي، لكن لما اشوف انه ماشي واحد ماشي على الميه، ده العمق. ده العمق ليه؟ ده مش سحر ولا يعني شعوذه مني ولا امكانيه شخص، لا. في واحد قال لي قوم وانزل تعالى، وانا بالثقه بتاعتي، واخد بالك، وإيماني في اللي داعيني إلى العمق، نزلت ومشيت في المية. العمق زي ما قال مزمور 23، إن سرت في وادي ظل الموت. خلي بالك، إن ده يعني هي لو قلنا الجملة كده، لو سرت أنا في وادي ظل الموت، وده الفعل الوحيد اللي في المزمور كله اللي فيه أنا عملت كده. يعني قد يكون الامر حتمي اني لازم امشي في وادي ظل الموت، وقد يكون اختيار خاطئ مني، الا انه لا يتركني، انت معي، واخد بالك؟ ففي العمق خلاص الخوف اللي من بره وكله ده مفيش. العمق فيه اختبار تاني وحياة تانية. يعني معنى كده نقدر نقول ان الانسان اللي او كلمه العمق اللي مقصود بيها هنا هو رب المجد لما اتكلم مع بطرس او اتكلم مع الصيادين وقال لهم ادخلوا الى العمق، كان قصده ان هو ما يبقاش معتمد على قدرته البشريه وعلى قدرته الجسديه وعلى قدرته الفكريه، ولكن يترك كل شيء لصاحب القدره. ده بالاضافه انه الشوائب كلها في على الشاطئ. العمق الضيف، خد بالك، الشوائب ده يعني انت الجواهر ما تلاقيهاش غير في العمق. الكنوز ما تلاقيهاش غير في العمق. العمق نقي، العمق صافي،
العمق زي الكريستال شفاف، القاذورات وكله ده تلاقيه بره، البحر بيلفظها بقى، خد بالك. طب نعم، بالإضافة إن في القصة دي بالذات يعني تدينا تعريف جديد، إنه إدت منطق تاني يختلف عن منطق الحياة أو منطق الخبرة بتاعت الصيادين، واخد بالك؟ لما قال لهم في النهار ادخل إلى العمق واصطاد، ده خلاف ما هو معروف الصيد في بحيرة جينيسار أو بحيرة طبرية اللي احنا اللي حصل فيها الحادثة ده، واخد بالك؟ الصيد هناك أكتر بالليل، فكون يقول له تعالى في العمق وبالنهار يعني ده غير منطقي، غير منطقي خالص. والخبرة تقول غير كده، العمق له مقاييس تانية خالص. يعني معنى الكلام ده نقدر نقول ان هنا الرب يسوع لكل المجد كان عايز يوجه فكر الناس على ان التعامل معاه ضد الزمن وضد العالم وضد الفكر البشري الطبيعي. الحياة مع الله هي حياة مغامرة، واخد بالك؟ وده الإيمان، وده الإيمان، وده اللي كان ناقص في العهد القديم. كلمة الإيمان ما كانش موجودة كتير في العهد القديم، واخد بالك؟ ده الشيء، الطاقة والديناميكية اللي لقيناها في العهد الجديد، إن بعد ما اكتملت الصورة أصبح لينا في الإيمان إن لينا أعماق ونقدر ندخل. يعني في العهد القديم نلاقي إن كانت بس لمحات إيمان موجودة في بعض الناس زي إبراهيم، زي زي يونان، زي حتى يونان أخطأ، لكن زي مثلا دانيال، زي الفتية الثلاثة، الفكر ده ما كانش متداول. هو في دعوات كتيرة للعمق في العهد القديم يمكن نتناولها أكيد طبعا، لكن فكرة الإيمان نفسها لسه ما كانتش اتجسدت قوي على الناس كلها في العهد القديم كفكر كفكر ما بين اليهود يعني، واخد بالك؟ ما زالوا كانوا بيتعاملوا اكتر، والله كان بيتعامل معهم كأطفال، بيتعاملوا بالماديات، ما يعرفوش لسه المجرد والغير محسوس، فاهمني؟ فالفكر كان بدائي شوية، نضج اكتر في العهد الجديد، وابتدينا ندرك الإيمان ده شكله ايه، واخد بالك؟ فكانت دعوة الرب يسوع ليهم، هو القصة ده هي قصة في منتهى الروعة، لو نسينا انها مجرد حادثة الرب عمل فيها صيد كبير، لا، ترتيب الرب وتوقيته في هذا المكان ومع هؤلاء الناس وفي هذا الوقت ده كان مخطط رهيب من الرب، كان عايز يجهزهم بفكرة. انا اعتقد بطرس لما وعظ الوعظة في سفر الاعمال اللي ربح فيها 3000 شخص، بطرس كان المنظر ده موجود في خياله أكيد. تخيل أنه الرب اداله مثال مادي أنه إزاي يمكن أنه يصيد من الفشل صيد كتير، واخد بالك؟ بطرس هو بيوعظ، أنا أعتقد يعني ما فيش أي سند كتابي كده عشان ما حدش يمسك علينا، لكن أنا بتخيل يعني أن بطرس هو بيوعظ بيفتكر وأنا إنسان فاشل كادت الشباك تتخرق من السمك، وصدت صيد كتير والرب قال لي هصطاد ناس. انا اعتقد بطرس كان متأكد بمنتهى الايمان انه هيصطاد ويملى الشبكة بتاعته لما وعظ الوعظة بتاعته بصراحة. وانا أأكد ده، لان لو جينا اتفرجنا على المشهد بتاع صيد النفوس في يوم 50 3000 نفس، نلاقي ان فعلا الرب بيرد المسلوب اللي اتسلب من شعب الله في القديم، نلاقي ان في 3000 نفس ماتوا، الرب ردهم الرب ردهم تاني في يوم 50 في يوم بداية الكنيسة، وده كان اعلان سماوي حقيقي لعمل الرب مع بطرس انه يكون صياد للناس. يبقى كان ان هو الزمن فوق فكر الانسان، الانسان كان فكره محدود لانه شاف الواقعة اللي حصلت في بحيرة طبرية للتلاميذ ان هم نازلين، تمام، نبص نلاقي ان اللي هو كان بيتكلم معاه كان بيتكلم مع صياد سمك عارف وشيخ الصيادين، يعني راجل متبحر وجهبز في الصيد، حاجة يعني رهيبة، لكن قدر ان هو يحط له علامة ان انت لا 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 انت فاكر ان انت عشان تصطاد لازم تبقى بالليل
وتبقى على ضوء القمر علشان السمك يقدر يطلع لك على الشط بره وتقدر ان انت تصطاد والشباك بتاعتك تتملي سمك، لا ده انا هبقى ضد الزمن وضد الفكر الطبيعي ليك وهخليك تصطاد مش بس السمك اللي كادت الشباك تتخرق، لكن هتصطاد النفوس اللي حصل في يوم الخمسين ورد المسلوب. خلي بالك بطرس كان في اللحظة دي زي ما قلنا ان الله اختار توقيت معين، كان في اللحظة دي كان صياد فاشل. مش هو بس، ده الشركة كلها يعني اربع صيادين مهنتهم صيد يطلعوا يصادوا طول الليل ويتعبوا ويبذلوا مجهود ولم نصطاد شيء ولم نصطاد شيء. فالله علشان تدخل في العمق يعني يمكن هيجي لنا الكلام بعدين اكتر بتوسع، لازم تتفرغ لازم تتفرغ من حاجات كتير جواك علشان الله يملاها بمعرفته. واخد بالك انت ما انت يعني بطرس ايه اللي عمله جديد في فن الصيد او في تكنيك الصيد لما الله قال له ادخل العمق؟ ما هي رمية الشبكه هي ده بالعكس. الشبكه هي ده بالعكس، ده كان ضد الفكر الطبيعي ان هو يدخل العمق مش هيلاقي سمك. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل اصله العمق مظلم ان لم يكن فيه المسيح. صح، المسيح انار العمق. واخد بالك اللي حصل التغير الوحيد اللي حصل في السفينه ان المسيح كان فيها فعلا، مش اي حاجه تانية. بس كانوا اربع صيادين استخدموا كل الخبرات يعني المعلومات اللي عندهم ولم يصطادوا شيء. نعم، لكن في العمق ليه؟ لانه الرب قال والرب ركب معاهم السفينه. واخد بالك يعني لو القصه يعني كان ممكن المسار الطبيعي بتاع القصه حاجه غير كده، يعني نتيجه انه بطرس تعبان والرب يعني تعبه اكتر، بطرس بعد ما فشلان وكده عايز يروح ينام عشان يعني لعل يكون خير في الليله اللي جايه، والرب يقول له لا هاخرك هستخدم السفينه واعملها للعمر. لا ده الف هو خدها وقال له اقعد مع البر شويه وبعدين استخدمها منبر يعني. الرب ساعتها كان ممكن يقول له قوي كتر خيرك يا بطرس انا هصلي لك وبكره باذن الله او بالليله هتصطاد سمك كبير. لكن الرب لا، اداله درس عملي مادي علشان يعمق فيه الفكر الروحي ويعمق لينا ان نعرف ان له سلطان على الطبيعه والسمك، له سلطان ان يجعل الانسان في العمق شيء اخر. بصراحه انا ما بتفرج على المشهد ده ومشهد بالذات السفينه والدخول للعمق وكلمه بطرس اللي وقفتني هنا هون اللي قالها في عدد خمسه لما بيقول فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيء. يعني احنا يعني انت بتقول لي ادخلوا العمق والقوا شباككم، يعني تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ولكن هنا بقى ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. تصديق وبداية إعلان إيمان بعفوية ولا ده باستخدام روح الله في داخله ولا ايه بالظبط اللي خلق لك الكلمه دي؟ انا اعتقد ان ما فيهاش ايمان. امال ايه اللي خلق لك كده على كلمتك القي الشبكه؟ ده فيها احراج، هو بس اتكسف. طب ازاي؟ شوف احنا بنكلم واحد محترف صيد ورايحين سفينتين ما شاء الله عليهم ولم يصطادوا طول الشيء، خد بالك يعني حاجه منتهى الاحراج في الدنيا. تمام، راجعين من منفضين يعني وبعدين هو بيقول تعبنا، يبقى كانوا منهكين طول الليل، يبقى كانوا جعانين نوم. واخد بالك ولم نصطاد سمك، قمة الفشل. تمام، لما يجي الرب في الوقت ده بالحالة دي، يعني هو بطرس يشكر ان قال كده، كان قدام بطرس في حاجات كتير كان ممكن يقول له يا رب يعني انت بتتكلم يعني ازاي يعني كان يقول له طيب عشان خاطري خليها بالليل مش وقته. انا تعبان وهلكان، وخلي بالك ده هم لسه غسلين الشبك صلحوا المتقطع فيه، شالوا الشوائب اللي فيه، وبتاع عايزنا ندخل نصطاد ونعمل الشغلانه دي تاني.
طب بالليل هنعمل ايه لما انت هتستهلك النهارده واحنا يعني مش وقته؟ كان من حق بطرس انه يستثني يعني او يعتذر عن هذا الشيء. بطرس اللي خلاه قال الكلمه دي، اللي خلاه ما اعتذرش، حاجتين. الحاجه الاولانيه لما سمع يسوع، بيقول في اول حاجه هنا: وان كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمه الله. ما تقالش هنا في معجزات حصلت، وان كان اكيد حصلت شيء، لكن الجمع ده كلها اعتقد كلمه الله نفسها معجزه. دي حقيقه يعني، حلوه دي. فسمع بطرس، سمع الوعظه بتاعت المسيح، سمع الوعظه كلها، عشان كده يقول له يا معلم. خلي بالك كلمه يا معلم دي ما تتقالش غير خريج المدراش. فاذا مش من حق المسيح ان ياخد اللقب ده حسب الاكاديميه اليهوديه في كلمه معلم دي يعني. بطرس لما سمعه بيتكلم بلا شك ادرك ايه ده، فادرك انه اداله لقب معلم. فكمنه وثق في كلامه اللي قاله، يعني ما اقدرش اقول لك لا لما اقول ادخل للعمق. تمام. الحاجة التانية انه ربما يكون ان دي مش اول فرصة يلتقي فيها المسيح، واخد بالك؟ هو اختارهم التلاميذ قبل كده وقال له اتبعني اكتر من مرة، بغض النظر هل كان في تردد في حياة بطرس ولا في دعوات مختلفة، بس شاف حماته. ما يمكن ده، يمكن ده اللي زعله. ليه كده بس؟ هو بس هو المعجزة نفسها اللي حصلت لشفاء حماته قامت خدمتهم، ده كانت محمومة يعني. أنا مش فاكر توقيتها، هل قبل كده ولا بعد كده الحقيقة. لا يعني بس ده شاف إيد المسيح، عشان كده أيقن إن هو المعلم. لا، هو أيقن متعلم من لما سمع وعظ دي أكتر. فهو وثق في حياة في المسيح. فقال له إيه؟ كلام بطرس يحمل معاه تجريح شوية على خفيف، ويحمل تردد. كلمة دي فيها تردد، يعني عارف هو قالها وكان منتظر المسيح يقول له طب ايه رأيك، خلاص بلاش. عشان بطرس بيقول له ايه؟ لكن كلمة لكن دي يعني لكن على كلمتك ألقي. خلي بالك المسيح قال لهم ايه؟ فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله ان يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق والقوا شباككم. كل الشبك. تمام. بطرس عمل ايه؟ على كلمتك ألقي الشبكة واحدة بس. دي ده واحد متردد، فاهم؟ واحد متردد. فهو لما شاف عظمة المسيح في التعليم، حس بمهابة المسيح، حس انه ما يقدرش يرفضه، لكن جواه اقتناع بهذا الشيء لا مش كتير، واخد بالك؟ ربما كان يحمل بطرس في داخله، يعني بقول لك زي ما حكينا من شوية، يعني عايز يقول للمسيح ايه؟ لو انت فتيت في النجارة من حقك، ده لكن في الصيد بس بلاش الصيد، ده انا الشيخ يعني من المعلم. انا من بيت صيدة على بحر الجليل وشغلتي صياد، فيعني عدد المرات اللي انت ركبت فيها مراكب محدود، واخد بالك؟ انا مولود في مركب. ما سمعناش ان الرب اصطاد. لكن فإذا بطرس مولود في مركب بالظبط. يعني الكلام بتاع بطرس بيقول له، يعني لاحظ قارن بين الخبرات بس يعني. لكن اكمنك شفتك بتقول الكلام اللي قلته من شويه، والناس الجعانة عايزة تسمع. يمكن القلائل اللي قال لك الجموع يزدحم ليسمع كلمة الله، لجاش لجاي عشان يشبع، ولا جاي عشان يشفى، ولا جاي عشان يشوف معجزة، ولا أي حاجة. كان شو الناس هنا في التجمهر ده يسمع كلمة الله. وطبعا ان لو لاحظنا قبلها نلاقي ان ابواب الهيكل اتقفلت قدام المسيح، وخاصة في الناصرة، فما عادش ليه يعني امكانيه انه يدخل الهيكل ويعلم الناس زي ما كان يدفع عليه السفر ويقرا. فالمسيح اتجع بقى للاماكن العامه، للجبال، للبحيره، الكلام من ده، ويقول الكلمه. بطرس لما سمع هذا الكلام ادرك انه امام معلم، وانا ما اقدرش اقول لا للمعلم. فعلى شبكتك بس، يعني فيها نوع من الانفصال، حلقي شبكه واحده.
شبكه ونجرب، مفيش داعي نتعب في البتاع. بطرس ما ادركش وما كانش يعني احنا لا نقول احنا مش بنلوم بطرس، ده بطرس رائع ان هو عمل كده واخد بالك، لكن مفيش حد كان يدرك ان المسيح لما امر السمك ان يدخل الشباك عمل حساب كل الشباك، وعمل حساب لمركبتين مش مركب واحده اللي هو راح الدهين مخبل. صح. يعني مع 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 ضعف ايماننا وترددنا الا ان في العمق هناك ايمان تاني. مخبل. والله يعني بيخجل ايماننا بشيء رائع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر او نفتكر. نعم نعم. يعني نقدر نقول ان كلمه العمق نقله روحية إيمانية إدراكية لفكر إنسان طبيعي من البشرية. يعني خلينا نستبدل كلمة فكر بعلاقة. واخد بالك؟ هي علاقة أكثر، علاقة أكثر مع الله. هي برضو مش عايزين نقول نقلة بحيث الناس تفتكر إن مرة واحدة، لا هي تدريجيا. بطرس ما خدتش معاه ساعات ودخل إلى عمق. يعقوب دخل العمق خدت 20 سنة منه. فاهمني؟ فعلى حسب استجابتنا احنا لدعوة المسيح واخد بالك بياخد الوقت اللي فيه اللي احنا ندخل الى العمق. ايوة العمق بتاعنا ان احنا نكون مشابهين صورة الابن، ان نتغير شيئا فشيئا واخد بالك بكل وسائل النعمة، بحيث ان احنا بطرس في العمق قال ايه؟ اخرج من سفينتي يا رب لاني انسان خاطئ، لاني رجل خاطئ. خطأ في ايه؟ ايه الغلط في ايه؟ الخطية اللي عملها بطرس هنا خطية اني ما كانش عندي الايمان الزيادة، كنتش عارفك واخد بالك، ما كنتش. وعشان كده بقول لك ان العمق ده اساسا علاقة واخد بالك. انا كل اللي قدرت اوصل له انك تكون يا معلم، لكن لما يقول له هنا يقول له اخرج من سفينتي يا رب يا رب يا رب، ده انا ما كنتش عارف انك انت هو الرب. واخد بالك؟ في العمق تكتشف الرب، وفي العمق تكتشف انك خاطئ. يا من ضمن الكلام اللي انت قلته عن العمق وشرحك للعمق بصراحه الوافي جدا، قلت ان الرب اختار التلاميذ ودخل بيهم للعمق. الدعوة اللي الإنسان بيدعيها تفتكر إيه شروطها؟ أولا كل إنسان مدعو للعمق، ما هوش اختبار خاص. يمكن للخدمة في دعوة خاصة بتكون للإنسان. الله أراد أن يكون البعض كذا والبعض كذا والبعض كذا. نعم. يمكن للتفرغ دي دعوة خاصة كده، لكن للعمق هي دعوة لكل الناس. زي الخلاص لكل الناس؟ هو أصل هو مش عايزك خلاص سطحي. فهمني؟ وده يدخلنا في فكرة الإيمان ما بين بولس ما بين يعقوب. فهمني؟ ما نقدرش نستغنى عن الاثنين. واخد بالك إن بولس يدينا قوة فكرة الإيمان ده هي، ويعقوب يقول لنا ان الايمان ده ما كانش بهذا العمق ان يترجم الى فعل وعمل فكانه لا شيء ميت. فالله لما هي دعوه الله دي بتشمن هي اساس، لما الله دعانا للخلاص هو دعانا الى العمق ندخل معاه في شركه. احنا اللي بنتاخر، احنا الخيبانين، احنا اللي بنستحلى المكان ونقعد زي ما بيسموه في الكومفورتبل زون بتاعنا. عشان كده الرب لما كان بيكلم اي حد يقول له يعني يقول يا ابن ادم قف على قدميك فاتكلم معك، واخد بالك؟ ما يحبش الكسلان، ما يحبش اللي ريح نفسه. والا ابراهيم كان احق واحد ان يقعد في المكان اللي هو فيه، ارض ما بين النهرين، قمه الحضاره، قمه التحضر، الله يدعوه لارض ما فيهاش ميه، ما تعتمد على المطر، ارض مش حلوه، مكان مش حلو، ارض يعني جرداء يعني، واخد بالك؟
الله مش عايزك تكون في المكان اللي انت راحتك اللي انت اللي انت وضبت راحتك فيها. نعم. الله عايزك ياخدك في مغامرة هناك في العمق تبقى مش قادر تقف على رجليك عشان هو يشيلك على طول، تبقى مسنود بيه. آه. واخد بالك؟ فهي دعوة العمق هي دعوة الله للخلاص، هي أساسا عشان توصل لغاية العمق. وفي كل مرة بنركن في حتة يقولونا تعالوا للعمق، تعالوا للعمق. طيب أهمية الدعوة دي بقى إيه؟ بس أو قبل ما أخش في أهمية الدعوة دي، عايزين نشوف هل يعني أنت من ضمن الكلام اللي قلته أن العمق كان موجود في العهد القديم، يعني يمكن الكلمة دي ما تقالتش مباشرة لينا إلا في العهد الجديد أما الرب قال للتلاميذ ادخل إلى العمق وألقوا شباككم واجعلكم تصطادوا الناس. طب ايه المنظور ده لو جبناه في العهد القديم؟ طيب خليه بس احنا ما كملناش المطلوب ايه مني كانسان، وبعدين ادخل في الحته دي أوكي. واقول حته هتعجبك. المطلوب مني انه مهما كانت ظروفي زي ما الله قسمها لنا في ظرف بولس، نعسان، تعبان، فشلان. خلي بالك ايه موقف بطرس لما يروح البيت ويقول له ايه الخير داخل ايد ورا وايد قدام؟ خلي بالك مراته يمكن تطلع طيبة لكن ده حماته موجود. هتطلع اطيب يعني. فشل، لكن فشل وده اكل عيش. كان فشلان فعلا. ومع ذلك دي مش حجج تتحجج بيها. فدخول للعمق، ركز في الدعوة مش في حالتك. الله لما بيدعو للعمق بيدعي الفاشل والبائس واللي ما فيش حد مرفوض من دعوته للعمق. الله قادر ان يدخل في عمق العلاقة مع كل الناس دول مهما يكن. واخد بالك؟ حتى لو كانت زانية، حتى لو كانت مش عارف ايه، حتى كله ده الله دخل معاهم في عمق ولقينا فيه اشكال وقصص رائعة. المطلوب مني حاجتين او حاجة واحدة نمرة واحد، الايمان اني اصدق. والايمان حاجتين، الثقه والثقه اني اصدق الله. واخد بالك؟ والطاعه. والثقه والطاعه ما تقدرش تقول مين فيهم الاول، اي انسان ممكن يبتدي اي واحد فيهم تقود الى الثانيه. لو انا وثقت في الله هطيعه، ولو انا طوعته ما كنتش مقتنع كتير زي بطرس انتهت بثقه. فلابد ان يكون عندي الحاجتين دول، الثقه والطاعه لله. لله. طبعا. او يعني للدعوه اللي الرب دعاني ليها. صح كده. لازم يكون عندي الاستعداد لترتيب الاولويات في حياتي. يعني بطرس الاولويات بتاعته كانت ايه؟ ان روح البيت ينام. لكن في دعوه الله غير الطريق، رجع تاني للشغل. واخد بالك؟ اللي قال تعبنا من الليله كله، نبص نلاقي تخيل المجهود اللي بيعملوه الصيادين دول وهم بيشدوا الشباك اللي مليانه سمك، ده منظر ناس تعبانين؟ ايه اللي حصل؟ واخد بالك؟ رتبوا الاولويات. ما عادش لما لو كان ممكن يتحجج بالتعب، لكن هو لا، امام الدعوه ساب الفشل وساب التعب وساب كل حاجه. لازم ترتب اولوياتك الاول وتنسى احتياجات. بالنسبة بقى لإيه؟ العهد القديم. أنا عايز نطلع إشعياء 5. إشعياء 5، أو خليني أقول لك حاجة. ترتيب الأحداث في حياة بطرس كانت كالآتي. بتبتدي الصورة في الأول إحباط، صح؟ تعبنا الليلة كله وأنا ما اصطدتش شيء. وبعدين جاته دعوة من الله الأولى اللي قال له يعني استخدم سفينتك وابعد شوية عن البر، والله ابتدى يعلم منها. نمرة 2 اكتشاف، اكتشف انه المعلم، ده الاكتشاف الأول. وبعدين جات دعوة العمق، ولما راح العمق اكتشف اكتشاف آخر يختلف عن البر، اكتشف انه رب. واخد بالك؟ وبعدين عملوا اداله إرسالية. تعال بص الرب اللي اداله الارساليه. طبعا تعال بص
اللي حصل مع اشعياء. اشعياء العهد القديم مش كده؟ طبعا. طيب فصح خمسة يبتدي ايه؟ في سنة وفاة ده ستة ستة اسف في سنة وفاة عزية الملك. احباط الملك اللي ملك 50 سنة واللي كان متكل عليه واللي كامل وخلي يعني بالك اشعياء كان مسنده هو ده اشعياء يعني يعني بيميل الشراح او يعني في ادله كتيره او شواهد كتيره انه كان من العائله المالكه يعني لما تلاقيه في صح سبعة بداخل على الملك ويكلمه ويعمله يعني كان عنده اكسس للقصر يقدر يدخل القصر يبدو انه كان شيء عادي مش محتاج يعدي على سكرتيره ولا ياخد معاد ولا حاجه زي كده لا وعنده الحق انه يقول للشعب كله ويل 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 قاعد يلعن فيهم يعني ده للشعب لكن اتكلم على علاقته بالمملكه بالقصر يعني واخد بالك فلما يقول في سنه وفاه عزية الملك بالنسبه للشعب الم لكن بالنسبه لعزية ملك اخر لانه منه من العائله المالكه يبقى اذا في علاقه حقيقيه دي نمره واحد الدعوة الأولى سأله أن يبعد قليلا عن البر ده بالنسبة لبطرس واخد بالك بالنسبة لأشعياء دخل هيكل الرب إيه الاكتشاف الأول اللي شافه بطرس قال يا معلم بالنسبة لأشعياء قال السيد أدوناي العمق قال له ابعد إلى العمق ده في بطرس في أشعياء اللي إيه عمق تاني قدوس 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 عارف هو شاف مين الثالوث شاف الثالوث شاف قدوس الله الآب قدوس الله الابن قدوس الله الروح القدس نعم اعترف بطرس وقال اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطي اشعيا قال ايه فقلت ويل لي اني هلكت اني نجس الشفتين نجس الشفتين وانا ساكن شعب نجس الخطوات بالترتيب ماشية مظبوط في العهد القديم والجديد نعم حاجة تاني اكتشف وقال بطرس قال اخرج من سفينتي يا رب ده الاكتشاف التاني اللي شافه في العمق قال يا رب اشعيا لما دخل العمق قال ايه في عدد خمسة لان عيني قد رأتا الملك رب الجنود واخد بالك الرب طلب بعد كده دعوة الإرسالية وانت تصطاد الناس يقول لأشعيا من أرسل ومن يذهب من أجلنا الاستجابة بطرس ترك كل شيء وتبع الاستجابة في أشعياء هأنذا أرسلني القضية واحد يعني هم دول نموذج يعني مش شرط كل إنسان يمشي بهذه الخطوات لكن هذا النموذج تكرر في العهد القديم وتكرر في العهد الجديد يعني نقدر نقول ان العمق في العهد القديم كان موجود ولكن كان باساليب اخرى لا لا العمق واحد العمق واحد العمق عمق عمق هي العمق علاقه مع الله فما فيش اساليب اخرى في العلاقه مع الله وما فيش شكل تاني للعلاقه مع الله يعني يعني معنى كلمه العمق هي علاقه الانسان مع الله انت بتدخل شوف تعرف فلان اعرفه عشرته لا يبقى ما تعرفوش فاهمني هو ده العمق بلدي كده العمق ان انا بعرف الله شوف كلمه يعرف الله في العهد القديم هي نفس الكلمه اللي استخدمت وعرف ادم امراته حواء فولدت مش عارف ايه وجابت ايه هي معرفه الرجل بامراته اللي ايه لو 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 انا قلت لزوجة حضرتك ده الاساس يوحنا بيقول كذا تقول لي مش ممكن مش ممكن ايه اللي ليه مش ممكن ما اعرفش يقولها ما عادي يعني الكلمه دي ممكن تقول لا عمرها ما سمعتها منه هي عارفه واخد بالك الرجل مع مراته بهذه المعرفه يعرف تعرف ايه اللي يريحه ايه اللي ما يريحوش ايه التون اللي يعجبه عارفه كل شيء ده المعرفة اللي الله بيتطلبنا ان احنا نعرفها في العمق انا بعرف الله بعرف وعشان كده بيبقى كل ما بعرف الله اكتر كل ما بكتشف اني خاطئ اكتر وغير مستحق اكتر لان بكتشف قداسة الله واكتشف نجاستي امام قداسة الله وبكتشف عدم استحقاقي في العمق بدرك هذا الحب اللي عمل الله ليا
واخد بالك؟ في العمق هدرك معنى اني اكون واقف مع الله وعندي عشرة، ايه الستاندرد المفروض اكون عليها ان يكون لي علاقة مع الله؟ في العمق اكتشف كلمة لما يقولوا كونوا قدسين لاني انا قدوس، لا انا اخرج من سفينة يا رب، انا رجل خاطئ، اروح فين بهذا المقياس اللي انت اديتهوني اني اكون زيك قدوس؟ فين القياس ده؟ واخد بالك؟ فامام هذه الصورة اللي بشوفها في العمق، واخد بالك، بكتشف اني انسان خاطئ. اللي على البر يقول لك ايه؟ ابعد عنا معرفة اسمك لا نصر، فهمني؟ يعني انت زي غيرك، انت اله وغيرك. عشان كده الانسان لما بيقرب من ربنا قوي ويخش معاه للعمق بيكتشف حاجات غريبة، بيكتشف مش بس ان هو انسان خاطي، مش بس ان الله قدوس، لكن يكتشف بعد فكره عن فكرنا، يكتشف ان العالم كله في كفة والرب في كفة تانية، يعني يكتشف قد ايه العالم ليس له قيمة، ويكتشف ان نفسه مجنون، يكتشف انه مجنون لانه ضد العالم. هو مش بيكتشف حاجة غريبة، هو بيكتشف انه كان عايش في حالة غريبة. بالظبط. يعني معنى كده ان الفكر اللي الرب عايز ينقله لنا من الحياة في العمق هو ان الانسان يبعد عن فكر العالم وفكر الشط، يبعد، ده الجانب السلبي. اه، لكن يلزق، ده الشيء جانب الايجابي المفروض يكون. يلزق في ايه؟ يلزق في الكلمة الحقيقية. آه. يلزق في العلاقة الحقيقية مع الله، واخد بالك؟ انا كل ما بقول لك كل ما بعرف الله اكتر بشعر بعدم استحقاقي اكتر، كل ما بدرك اللي الله عمله عشاني بقدر احبه اكتر، واخد بالك؟ طبعا الوسيله اللي بنعرف عنها الله كلام الله طبعا، واخد بالك؟ فده مش مجرد كلام الفه الله، لكن ده كلام الله شخصيا ليا، واخد بالك؟ روح وحياة. فالعمق، العمق ان انا قسيس يوحنا، كتير من الايات الكتابية والقصص الكتابية وخاصة في الحاجة اللي لها علاقة بالمعجزات وكلام من ده، نعم، بتستخدم خطأ بعيد عن المعنى الحقيقي اللي موجود في الكتاب للأسف. مئات الآيات اللي بنستخدمها، ياخد بالك، اديك مثال. آه. يعني لما بيقول الكتاب اوصوني بعمل يدي، وكتير من الناس يعني حتى تسمع في الصلاه احنا بنوصيك يا رب وانت قلت اوصوني بعمل يدي، لا ما قالش. هي اساس الكلمه اتوصوني. اي اله ده محتاج ان انا اوقظه واوصيه، واخد بالك، واعتبر ان الله اداني، لا غلط، احنا بنهين لصوره الله. هي اساس الكلمه اتوصوني بعمل يدي، ده استفهام استنكاري، واخد بالك، من جهه دنيا وعمل يدي ما توصليش على دول. اذا استخدام ده مثال بسيط، يعني استخدامنا لهذه الايه العكس تماما، واخد بالك. فاحنا ده الامر ده اللي يحتاج اني ندخل للعمق عشان نفهمه فعلا. طبعا عشان نقدر طبعاً نفهم كلمة الله احنا محتاجين للعمق ده. يعني شوف، هو الكتاب المقدس ده مش للبروفيشنال، لا، كتاب للانسان العادي. ويعني انا نفسي اعمل دعوة لكل الناس، يعني حكاية انك تقرا الكتاب المقدس وانت مسطح وانت نايم وانت مش عارف ايه الكلام ده، يا جماعة خلونا نبطله. كتاب عايز شغل، وعايز عايز عايز تدرسه. يعني لما هتقرا الكتاب لازم تجهز نفسك، تقعد على ترابيزة وتجيب ادواتك وتجيب الالوان بتاعتك، ويكون معك اطلس، ويكون معك مش عارف ايه، ويعني كل الحاجات دي متوفرة في النت دلوقتي، وتعمل بحث وتعمل مجهود. الكتاب يحتاج منا ان احنا نبذل فيه مجهود. صح. يعني صدقني انا عايز اقول لك حاجه بامانه، كل ما اقعد قدام الرب واقعد قدام كلمته احس ان انا اول مره اراه. بالظبط. وده يدل على ان فعلا كلمه الرب متجدده كل يوم. رهيب. اديك حاجه،
يعني احب الاحصائيات يعني. رسائل بولس الرسول منتهى الروعة في الدنيا طبعا، تمثل 4.5% من حجم كحجم يعني الكتاب المقدس. 65% من الوعظ من رسائل بولس الرسول. يعني 65% من الغذاء اللي احنا بناخده في 4.5% من قيمة الكتاب، من الكتاب المقدس، كلمة الله. تاخد بالك؟ كم مرة سمعت وعظة من سفر العادات غير كم حتة معروفين يعني؟ واخد بالك؟ طب وده مش من ضمن كلام الله؟ واخد بالك؟ فيعني أنا لما بنتكلم على العمق أرجو إن ما يتفهمش إن أنا بتكلم على إنه نقعد في الكنيسة ونسبي ونقعد يعني بتاع ونسقف، مش ده اللي أنا أقصده. ده نوع من السطحية في رأيي، يعني أنا مش عايز، آسف، مش عايز أبقى متهم يعني متهم الناس اللي بتعمل كده، لا، لكن ما هوش ده العمق، ما هوش ده العمق. بص ده يعني بص وسيطة من وساط النعمة إنك تحضر اجتماعات وإنك تتلذذ تحضر اجتماعات، مش لا طبعًا، لا تقعد، لكن الشركة الحقيقية هي دي الرب اللي بينظر ليها. أنا عايز أقول إنه العمق ما فيهوش دوشة. الصخب اللي إحنا عاملينه ده مش عمق. واخد بالك؟ ده أعتقد من كتر سطحيتنا عايزين نقنع نفسنا إن إحنا موجودين فبنعمل دوشة. واخد بالك؟ العمق جوه أكتر. صح. هناك فرق بين واحد يفقع ضحكة عالية مش شرط إنه مبسوط. لكن ده كل الناس سمعت ضحكته. وفرق ان يكون جواك فيه كده سلام وفرحة من جوه بحس انك مبسوط مع اني محدش سمع ضحكتك. واخد بالك؟ العمق يتطلب هدوء وتأمل ومجهود يتبذل عشان اعرف الكلمة المقدسة. يا حاجة رهيبة جدا ان احنا نفهم معنى العمق بحسب فكر الله. لكن نرجع ونقول من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها هي المدعو للدعوة. حضرتك قلت ان كل انسان مسيحي مدعو. مش كل انسان ليه مسيح؟ كل انسان مدعو ازاي؟ كل انسان مدعو للعمق. للعمق ازاي؟ ما هو ما يعرفش ربنا. ما هو دي بداية العمق. يعني ايه؟ العمق نور. ما انا عايز افهمها يعني. احبائنا دلوقتي اللي يشاهدونا ويقول لك ان كل انسان مدعو، طب ازاي واحد مثلا بوذي ولا واحد ما هوش مسيحي يبقى تقول ان هو مدعو للعمق وهو ما يعرفش حاجه عن المسيح؟ عمق ايه اللي بيتكلم فيه بقى؟ دعوه الله للبعيد الخاطي. شوف خلينا نحط تعريف مظبوط لكلمه مسيح. حتى كلمه مسيحي يعني انا معترض عليها. هو اسمنا تلاميذ اساسا. هو ما دعانيش، قال لي تعال امشي ورائي وتعال مسيحي، ولا قال لي ايه فولو مي. اتبعني. احنا لينا تبعيه، انا نتبع. انا اساسا ايه؟ انا تابع لشخص تابع. الرب يسوع. تلميذ. تمام. انا قبل ما اتبع الرب يسوع سواء ولدت في عيله اسمها في البطاقه مسيحيه او بوذيه او اسلاميه او اي حاجه، كلنا نتساوى خلقة الله، كلنا نتساوى في موقفنا من الله. الخاطي ملهوش ديانه. البعيد عن الله شكله باي لون. واخد بالك؟ فالدعوه تقدم للشخص اللي في اسره اتولدت بتروح كنايس، او لشخص عمره ما دخل كنيسه ربما يكون حارب للكنيسه. إيه؟ الله. طب ما تسمي بولس دعاه الله من ديانة تانية. واخد بالك؟ ده كان داعشي يعني من الآخر يعني. يعني واخد بالك؟ ودعاه، كان بينفس زي التعبان. كرنيليوس كان شخص وثني. وثني. واخد بالك؟ إذا الدعوة لكل، الدعوة للعمق هي مش الفكرة إني أبقى أقبل المسيح وأبقى مؤمن وبعد كده أبقى جاهز. لا. هي الدعوة تشمل من أول خطوة لغاية ما وصل هناك. وزي ما قلت لحضرتك في ناس مشوا من أول خطوة وصلوا على طول زي بولس.
صح خدت منه 3 سنين في دراسة وفحص وكلام من ده، لكن على طول الإعداد. وكان الإعداد أكتر للخدمة مش أكتر لأنه يتأكد من الكلام ده وبصدقه. لا ده هو بعد 3 أيام خدت زي ما قلنا من يعقوب. يعقوب الله كان معينه للبركة. يعقوب ما قدرش يتخلص من يعقوب اللي جواه، من فكره الملتوي، من العبانه، من كل شيء، يضحك على أخوه لغاية ما صارع الله صارع إنسان. خدت 20 سنة. نعم. عارف إمتى تاب؟ لما الله ضربه على حق فخذه وخلاه كسر رجليه، ما عادش قادر يمشي على رجليه تاني، وكان ماشي على عصاه، العصا اللي هي انتهت بيه انه اتكى عليها واسلم الروح. نعم. فاهمني؟ فالعصا ده لما خدت منه 20 سنة، قد ايه غيرت وجريتي مش عارف 10 مرات، وعمل ايه القضبان اللي عملها ابيض مش عارف ايه، كله ده عايز يحصل على العمق بطريقته. الله لم يفشل فيه، ده الجميل، الله لم يفشل فيه، واخد بالك؟ والله استحمل كل ده لغاية ما انتهى يعقوب. كل ما يمشي يقابل حد يبارك، يقابل فرعون يباركه، يجيب أولاده ويباركه، ياخد أولاد يوسف يبارك. ايه ده؟ هو ده يعقوب؟ ما هو تحول من المتعقب إلى أمير الله. هو خدت منه 20 سنة تقريبا، واخد بالك، لغاية ما قدر يوصل للعمق. ليه؟ ما قدرش يتخلص من الأولويات في حياته، ما قدرش يتخلص من يعقوب وشطرته وذكائه وكل، وكان ذكي وكان عبقري وكان حلو وكل حاجة وشاطر. أنا ما عمل الموقف بتاع الأبقار دي كفاية. القضبان بتاع كده. فهلاقي دعوة العمق هي دعوة لكل إنسان أيا كان. كل إنسان مولود امرأة هو مدعو لحياة عميقة مع الله. ليس لي أنا اللي ولدت في أسرة مسيحية أي امتياز لشخصا، بالعكس ده علي دينونة أكتر، واخد بالك، لأني قدام النور وأنا بعيد عنه. صدقني بشوف ناس كتيرة في المسيح مولودين في المسيحية، مولودين في أسرة مسيحية وأهليهم ناس خدام، ولكن للأسف مش شايفين النور، مش حاسين بالنور، مش مدركين. أقول لك أكتر، هو في ناس مؤمنين واخدين اختبار حقيقي وما زالوا يعبسوا برمال الشاطئ وأقذار الشاطئ، واخد بالك، ديماس قد تركني، واخد بالك، كان معايا وإحنا كان معانا كتير وما زالوا ناس كتير، وده اللي بيفرق. الإنسان اللي فعلا ليه اختبار حقيقي بيبقى عايش لاختبار مستمر في حياته، ويركنه على الرف على جنب كده هون، ويعيش مع العالم ومسميات غريبة بتطلع. هو يعني بالخطوات اللي عملها بطرس، شكرا لبطرس، يعني انه عايز تتحجج الاعذار كتير، فاهمني؟ عايز تتحجج الاعذار كتير وهيلاقي عذر. تلاقي 3000 عذر كلهم يعني قانونيين وحلوين، يعني اعذار بطرس احنا لو حبينا نعددها نلاقي 20 عذر عنده ممتازين انه يعني يعتذر لله من هذه الدعوة. يعني انت عايز السفينة توعظ منها تحت امرك، اكتر من كده يعني دي كتير شوية، تمام؟ لكن بطرس طلع ذكي انه ادرك انه خد فرصة فعلا، واخد بالك. وكانت النتيجة ان بطرس لو كان قال لا ما كانش حد هيلومه ولا الرب كان هيلومه، لكن كان خسر قد ايه؟ ها؟ وده اللي دي خسر بس. الارسالية، ودي اهم حاجة، خسر بركات كده. النتائج العمق ده في حاجات كتيرة يعني، لما يجي وقتها يعني لا في حاجات كتيرة كنا احنا خسرنا. كنا عرفنا من فين، صح؟ يعني بنقول بحكمنا احنا، كان الله يدهلنا بأي صورة يعني، لكن خلينا نقول جدلا يعني، احنا كان في جانب كبير معرفناش عنه، واخد بالك، لكن
الله يتعامل داخل الإنسان بقدر ما تسمح لله إنه يدخل جواك. نمتلئ بالروح حينما نترك للروح حرية إن يتغلغل من داخل لب الإنسان إلى النفس والجسد وتبقى بالكامل أنت مملوء. هو ده معنى الملء بالروح، وده اللي الرب بيقوله حيث روح الرب هناك حرية. أنا ببقى حر في التعامل في دعوة الله داخل إطار. هي حرية داخلية طبعا أنا بتكلم عن الحرية الداخلية، داخلية إنه أنا مش مقيد. مش مقيد يعني قدي من أي واحد يخاف يسيب الفيسبوك بتاعه مفتوح مثلا أو تليفونه يخاف مش عارف إيه ولا أي حاجة من دي. ليه؟ ما هو مقيد من جوه، في مصايب وفي بلاوي زرقاء جوه مش عايز حد يشوفها، فهمني؟ لكن الذي امتلئ بالروح ويسلك حسب الروح وداخل في شركة مع الله، أنا مش محتاج حتى أعمل باسورد، اللي عايز يتفرج يتفرج. واخد بالك ليه؟ الكتاب مفتوح، أنا عايش في النور، أنا عايش في النور. واخد بالك؟ لكن من يريد أن يحتفظ بجزء في حياته مظلم للأسف، يعني زي ما قال المسيح يعثر الجسد كله. وعشان كده قال لك الافضل انك تقلع. ليه؟ عشان تحتفظ بالنور الموجود لك انت. الجزء اللي انت محتفظ بيه ده مظلم للاسف، مظلم كل الدنيا عندك، وده السبب انه ناس كتير مش بتتحرك للعمق. يعني اصلي دلوقتي انه يكون كلامنا يعني الروح القدس يستخدمه انه يكون في تأنيب لناس كتيرة. يعني عندها اختبارات جميلة وعندها شركة مع الله وعندها اخلاص شديد، لكن متكاسلين جدا جدا، والاولويات عندهم محتاجين انها تتضبط. والعمق مش سهل انك تدخل العمق طبعا. هو مش سهل. يعني انا بقول لك احنا بنتكلم على واحد تعبان فشلان جعان تعبان كله ده ولب الدعوه. فطبعا هي لا، وهنعرف بعد كده اكتر انه في خسائر كتير بتحصل، قد تخسر فيها كل البيزنس بتاعك او تخسر. وده اللي حصل مع بطرس، ما تركنا كل شيء وتابعناك، عايز ايه تاني بقى يا رب؟ ده كل فيه ايه؟ ده ايه الشبك بالسفن بكله، كل البيزنس راح. واخد بالك؟ ترك كل شيء. لكن نرجع ونقول هنا شفنا مين هو المدعو، وقلنا ان المدعو هو كل انسان دعي عليه اسم الرب فهو مدعو للدخول الى العمق. كل انسان مش شرط يكون عليه اسم الرب، كل انسان من خليقة الله، اي حاجة. كل ما هو مكتوب عليه اسم انسان هو مدعو. كل بني ادم من الله، كل بني ادم، كل يعني كل بني ادم مدعوين للدخول الى العمق. ليه ما نقولش بني حواء؟ يعني ليه ما نقول ادم يعني؟ على ان بني حواء ما فيش الا واحد بس. نسل المراه نسل واحد بس. لكن نقدر نقول ان كل انسان خلق من زرع بشر كانسان، ايا كان فكره، ايا كان ديانته، ايا كانت عقيدته، ايا كان سلوكه، ايا كانت بلده، ايا كان، المهم ان هو مدعو انه يدخل الى العمق لمعرفه الله وللشركه معاه. وده اللي الرب عايز يدعونا ليه. اهميه بقى الدعوه دي ايه؟ يعني احنا قلنا ده المدعو اي انسان، طب اهميه الدعوه بتاعته دي ايه؟ علشان برضو ارجع واقول ازاي الناس كلها مدعوة واهمية الدعوة بتاعتهم ايه. اساسا الكلمة الحلوة في العهد القديم يقول لك ارجع، يعني ارجع يا اسرائيل لانك قد تعثرت باسمك. ما قالش ارجع يا بني البشر، قال يا اسرائيل. بعد كانت الدعوة في البتاع يعني مش ما انا برجع برضو واقول لان الناس كتير يقول لك طب ازاي يعني. الله الله يعني هو انت بتقول كده على اساس ان المدعو بس هم دول؟ ده اللي تقصده حضرتك؟ الى العمق. الى العمق؟ دعوة العمق ما هيش مرحلة تانية، هي من ساعة ما بيدعوك للخلاص الدعوة مقدمة ليك انك تدخل جوه. ويريد ان الجميع يخلصون ولمعرفة الحق يقبلون. يبقى معرفة الحق هي العمق.
وتكون يعني تكون معرفة عميقة. فهمني؟ يعني هناك فرق انك تعرف عن او تعرفه. فهمني؟ يعني كل الناس مثقفين عن المسيح. واخد بالك؟ لكن احنا بنتكلم على معرفة الرب الحقيقية انك تعرفه شخصيا. واخد بالك؟ بقول لك في العهد القديم في كلمة جميلة قوي اللي احنا قايل قلناها ارجع. ارجع دي معناها ايه؟ مكانك فين اساسا؟ مكانك جنبي. الله بيقول كده يعني انت بعد. فالدعوة للعمق ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب. بالظبط. فالدعوة ليك انك ترجع مكانك. فالدعوة للعمق ده الطبيعي اللي مفروض يكون. بس الخطية هي اللي ودتني هناك. الخطية اللي ورثتها من آدم هي اللي ودتني هناك، والخطية اللي أنا عملتها برضه ودتني بعيد. فالدعوة للعمق إنك ترجع تاني جنبي. واخد بالك؟ فدي أهمية الدعوة. وهي لكل إنسان، لكل إنسان مدعو إن هو يدخل أو يرجع تاني للعمق. يرجع يرجع تاني للمكان الطبيعي اللي الرب عايزنا ليه. عشان كده الرب المفروض يكون عليك. يعني عشان كده الرب يقول انا لم اتي ليدين العالم بل لاخلص العالم. يعني معنى كده خلاص العالم كله اللي الرب جاء علشانه، جاء علشان يرد المسلوب الى العمق. في يوحنا 3:16 ايه يوحنا 3:16 بتقول ايه؟ لانه هكذا احب الله العالم. الله العالم مش اللي دعي عليه اسمه. يعني محبة الله بانت في رد المسلوب الى العمق. يعني رد المسلوب ده شيء تاني يعني، لكن محبة الله ظهرت انه جعلنا اهلين ان احنا ندخل العمق. انا ما اقدرش انا اتعامل مع الله القدوس وانا شايل خطيتي وكده، لكن في الآية دي بيقول لك هكذا أحب الله العالم كله. العالم دي نمرة واحد. حتى بذل ابنه من أجل مين؟ العالم كله. أحبه لكي لا يهلك مين؟ العالم كله. ولتكون له حياة أبدية. ده مين؟ العالم. ده العمق ده مش كده؟ واخد بالك؟ ده الدعوة الدعوة للخلاص هي دعوة للعمق. وبقول لك الشاطر اللي يبقى شاطر بدري قد ايه يعني عاوزنا الوقت نقول اسماء حقيقيه الاشخاص عارفينهم. وحضرتك اكيد انت مختبر ناس كتير طبعا. ويمكن تكون حضرتك اختبار من دول برضو. ان الله في ناس جم من بعيد وعرفوا الله اساسا الموضوع ده. ومره واحده فوجئنا انه لهم معرفه كتابيه وعلاقه في الله وثقه وايمان يعني شيء مذهل. واخد بالك؟ ناس خدت ناس شطار. واخد بالك؟ الامر يعني يمكن تكون حلقه تاني ندي امثله لبعض الناس كتابيه. طبعا ان الناس ابتدت بالي تكمله الموضوع ده مش سهل يعني مش هنعديه يعني. ان الناس ابتدت لكن فرقت خالص عن بعض. واخد بالك؟ واحد مشي شاطر 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 وصل للعمق بسرعه، وواحد ركن كتير كتير كتير. واخد بالك؟ لوط واحد من الناس. طبعا يعني خدنا لوط وابراهيم الاثنين مؤمنين، لكن لوط ما قدرش يعتمد اعتماد كامل على الله. فراح في الارض اللي عجبته، الارض اللي فيها امكانيات حلوه، راح لسه مش قادر يبني اتكاله على الله بالكامل انه الله قادر يعوله وقادر يعينه. فرفع عينيه وشاف الارض وكانت النهاية تحته. واخد بالك؟ ده ما دخلش للعمق مع انه انسان مؤمن. ابراهيم على طول دخل في عمق. حسب له برا لانه صدق ما لا يصدق. صح. وده معناه ان الدخول للعمق هو انك تصدق ما لا يصدق. ما هو ده الايمان. وتعيش ما لا يعاش. ما هو ده الايمان. ان يكون عندك ثقة ويكون عندك طاعة. واخد بالك؟ يعني زي ما قال لنا يعقوب انه بولس قال امن ابراهيم لما خد الوعد. ابراهيم صدقه مع كل الاستحالات اللي موجوده. واخد بالك؟
لكن ادانا طاعة كمان. الإيمان ده شفناه بالطاعة لما قال له بالوعد ده اذبحه. هو صدق ليه؟ لأن هو صدق الوعد ده، لأن اللي قدر يديله نسل وهو انتهى يعني خلاص ما ينفعش، يقدر يحيي تاني من جديد يعني. بس ده كانت يعني احنا بنركز في قصة إبراهيم، في صراع إبراهيم، الصراع الجسدي الأبوي. لكن طب يقول ابنك حبيبك إسحاق الذي تحبه. طب إسحاق يعني، طب ما هو برضو ده طاعة. إعلان طاعة طبعا. فإبراهيم حقيقة الصراع بتاعه مش خوفه من سارة ولا مشاعر الأبوة بتاع، كان ده كان موجود مش بني مش طبعا عشان قام الصبح بدري وخبى عشان مراته. قمة الصراع كانت عند إبراهيم، إني إزاي أضحي بوعدك، إزاي أنا أخجل وجهك، أنت وعدت إن بده يكون بيناسته، جاي دلوقتي تقول لي أذبحه، طب هذبحه، أنا هستغنى عن الأبوة والمشاعر دي بالكامل، أنا معي خلاص معي إسماعيل، خلاص أنا ما كنت يعني مجهز نفسي إن هموت ما عنديش ناس، فخلاص ماشي، بس عندي مشكلة، المشكلة دلوقتي أنت وعدتني، إزاي أنا أكون السبب إن وعدك يتكسر، فسرهالي. ودي اللي يعلنها لنا بقى العبرانيين، ان هو صدق ان اللي هيعمل كده قادر ان يقيمه مره تانية. بالظبط. فده بالزبط. اللي حل المشكله، وده عمق يعني، ده درجه من ايمان جميله يعني. هو ده يعني فعلا حسب له برا مش من فراغ يعني، الكتاب ما يقول ان حسب لابراهيم بر بسبب هذا الوضع، ده ايقان ان عمل الله في داخل الانسان ينقله من الفكر الطبيعي لانسان طبيعي الى فكر فوق مستوى الطبيعة، اللي هو فكر الإنسان العميق في معرفة الله. على فكرة في تشابه كبير ما بين إبراهيم لما صدق وعد الله ليه بإسحاق وحسب له برا بالقصة بتاعتنا طبعا، خد بالك يعني الاستحالات اللي موجودة، مماتية مستودع سارة، سن مش عارف ايه، وكل الكلام ده، حتى سارة ما صدقتش، قالت له يعني ازاي وانا انقطعت عني عادة النساء يعني. هي نفس الاستحالات اللي موجودة حاليا في قصة بطرس، واخد بالك؟ برضو بطرس عنده كل الاعذار اللي يقدر ما يصدقش، لكن بطرس صح كان متردد وصح، لكن سمع الكلام، والله بيقبل الضعف ده فينا، هو عارف ان احنا اواني ضعيفة. بالظبط. فبيتعامل مع هذا المستوى معانا، فخدوا بطرس وراح هناك وقال له ارمي شبكة. عشان كده كان دايما الرب يقول يا قليل الايمان، يعني ليها يعني في كذا درجة بالحاجات دي يعني، في بس برضو الإيمان، في قليل الايمان، بس برضو نقول ان النقلة اللي نقلها بطرس في تصديقه ولو كان فيها ارتياب شوية، لكن نقدر نقول ان دي تحسب ليه مش طبعا. عليه لا 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 طبعا، لا طبعا، احنا شوف الكتاب المقدس ذكر كل شيء بحقيقتها، وده بيديني امل، فهمني، ده بيديني امل انا كشخص يعني صفوت يعني، ان بحس انه في ترددي واحيانا في عدم ثقتي احيانا كتير ومش مصدق كتير، مش مستوعبها كتير، اتذكر بطرس، واخد بالك، وبقول كده بطرس لما صدق ولما عمل الله ما لمهوش، بس معناش في العمق ان الله وجه لبطرس اي لوم وقال له مثلا شفت كنت معصلك انت مش كده برضو، لا ولا حاجه، الله ما بيوبخش، واخد بالك، الله لا يوبخ يعني. علما بان نشوف ان موقف مشيان بطرس على الميه يعني برضو من الحاجات اللي الكتاب ما سابهاش، انه وضح لنا ان هو رغم ان هو امن بالرب وقال له اخرج من سفينتي يا رب ان انا رجل خاطئ، وصدق ان اللي جاي سراب ده مش هو سراب، لكن سمع الكلام واطاع ومشي، ولكن لما بعد نظره عنه وقع، لكن الرب ما سابوش ومسكه وطلعه. ده يدل على حنية الرب، وفي نفس الوقت ايه اللي ممكن الانسان يتعلمه
من دخوله للعمق في علاقته مع ربنا؟ يعني احنا بنخلط قصتين مش مالهمش علاقه. لا انا بتكلم على ان التصديق، انا بتكلم على نقطه التصديق. هو من بيسموه بري ريكويزيت، المتطلبات اللي انت مفروض، يعني انت لما نروح ندرس حاجه يقول لك لازم عشان تدرس ده لازم تكون دارس كذا وكذا وكذا وكذا. ففي بري ريكويزيت المفروض يكون فينا، لازم يكون عندنا ثقه في الدعوه وطاعه، دي نمره واحد. الثقه والطاعه. الثقه والطاعه دي اهم شيء. ده اهم شيء. انا عارف انا مين اللي بيدعيني، هل الثقه في شخص المسيح ولا ثقه في دعوه المسيح ولا لا؟ هي دعوه المسيح هي شخصه. يعني نقدر نقول ان الثقه والطاعه لشخص المسيح. الثقه في شخص المسيح والطاعه دي من جانبي لكلام المسيح. لكلام المسيح فاهمني. لما ده يحصل يبقى اقدر ارتب اولوياتي شكلها ازاي. اعرف. بص، الدعوة فيها تضحيات كتيرة جدا. وتضحيات جوايا، تضحيات في شخصي، في ممتلكاتي، من كل حاجة. ده حضرتك واحد من الناس اللي ضحوا بالحاجات ده. نشكر ربنا، وليا الشرف ان انا ادعى من اولاد الله وادعى تلميذ من تلاميذ المسيح واترك كل شيء واعلنها ودايما بعلنها ان انا. اللي خلاك عملت كده ايه؟ ثقتي فيه. شفت بقى؟ وتصديقي وطاعتي ليه. هو ده اللي يتبعني، هو ده اللي اسمه الايمان. فعشان اول خطوات الدخول للعمق ايماني، تاخد بالك، ايماني وثق. ايماني يعني الطاعه والثقه في الدعوه. وبعد كده بقى ما احسبهاش، اشيل المنطق واشيل مش عارفين من الحسبان، لاني الله فوق المنطق، فوق الطبيعي، فوق. هو إله بتاع الـ فوق الطبيعة، فوق، يعني هو إله متحكم في الطبيعة. كل ده قوانين هو حطها الله، ولو حطها يقدر يغيرها، يقدر يعمل أي كل الحاجات دي. الإنسان ما بيخترعش حاجة، الإنسان بيكتشف الحاجات الموجودة الله أوجدها من زمان، واخد بالك. فلما أثق في الله أبتدي بقى إنه أعيد أولويات شكلها إزاي. ما هو فعلا أنا في الطاعة دي هتخسرني حاجات كتير طبعا. طب ما هو ده ممكن تخسرني حياتي، وممكن تخسرني وظيفتي، ممكن تخسرني اهلي، ممكن تخسرني حاجات كتير. انا خسرت كل حاجه لكن كسبت اهم حاجه. وبولس قال كده برضو، واخد بالك. بل ان بولس، شوف بقى ترتيب الاولويات، قال لك احسبها نفايه، زباله، دي حقيقه، لكي اربح المسيح واوجد فيه. صدق. ليه؟ لانه اكتشف انه المكسب اللي هياخده في 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 شركته مع المسيح اعظم بكتير بكتير بكتير. يوسف اضطر انه يتباع كعبد، يتهم في شيء هو يمتاز به، ويدخل السجن ظلم، واخد بالك، ويطلع من السجن حاجة تانية خالص. فقد يطلب الدخول للعمق، الى الدخول الى السجن، الى نكران الاهل، الى بيع الاخ كعبد، قد يتطلب كل الكلام ده. يعني انا اقدر اقول لو شرحت حالتي انا شخصيا في تركي كل شيء، اقول ان انا كسبت كل شيء بتركي كل شيء، كسبت كل شيء حقيقي. يمكن الحياة مع المسيح تختلف عن الحياة في العالم. حياة العالم صدقوني انا بقولها بصراحة نفاية فعلا، زي ما قالها بولس الرسول، دي حقيقة، مش كلام بنقوله في الكتاب ولا بنقوله في الوعظ ولا بنقوله في الخدمة، لكن دي حقيقة معاشة. يمكن ناس كتيرة مش قادرة تستوعب ده، لكن ده كله جه من ايه؟ يعني احنا بنحبه لانه هو حبنا اولا، الكتاب يقول كده، تمام. هو حبنا، بذل نفسه من اجلنا، ويستحق ان احنا نطيعه، يستحق ان احنا نترك كل شيء ونتبعه. وده اللي انا عملته. انا خسرت وظيفتي، خسرت اهلي، خسرت ناسي، خسرت اصدقائي، خسرت كل شيء مادي ممكن تتخيله، لكن كسبت كل شيء لاني كسبت الجوهرة كثيرة الثمن. صدقوني انا مش بقولها كلام كده، لكن دي حقيقة فعلا، لان حبه يذكرني. اكيد للحديث بقية وهنكمل مع بعض. معلش انا يعني هطمع منك شويه، هطمع فيك شويه. لا بالعكس، ده انا المره الجايه، الاسبوع القادم، وانا بقولها وبعلنها من دلوقتي، الجزء الثاني يا احبه هيبقى الاسبوع القادم، علشان نعرف
ايه بقى المخاطر اللي ممكن تواجهها لو دخلت العمق، وايه بقى اللي ممكن تستفاده من دخولك للعمق. حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة قوي هنتعلمها لما ندخل للعمق. بس تعالوا النهاردة نعلن حبنا للرب، نقول يا رب ان حبك اطيب من كل خمر، حبك اطيب من كل شيء. انت رب احببتنا للمنتهى، انت تستحق كل شيء. اترك كل شيء واتباعه النهاردة. لو انت ما اختبرتش ده جرب، مش هتخسر حاجة لكن هتكسب كل شيء، علشان حبه أطيب من الخمر. مبارك اسمك يا رب. حبك أطيب من الخمر، أشبع من هذا الغمر. حبك أطيب من الخمر، أشبع من هذا الغمر. أنا مريض حبا في شخصك، أنا مريض حبا في شخصك. فيض بالنعمة ويرويني، فيض بالنعمة ويرويني. اسمع لي شوقي وحنيني، أنا عايز أنا عايز أنا عايز أدخل للعمق. أنا عايز أنا عايز أنا عايز أدخل للعمق. مياهي عند الكعبين أصرخ لإلهي الحي، مياهي عند الكعبين أصرخ لإله الحي. أنا أريد قربا من شخصك، عايز أتقرب ليك يا رب. أنا أريد قربا من شخصك. قيس ألف زراع وعديني، قيس ألف زراع وعديني. امسك بيميني واسبيني، أنا عايز أنا عايز أنا عايز أدخل للعمق. أنا عايز أنا عايز أنا عايز أدخل للعمق. أنا عايز أنا عايز أنا عايز أدخل للعمق. أنا عايز أنا عايز أنا عايز أدخل. يا رب النهاردة يا رب أنا عايز أدخل. أشكرك يا رب لأنك إله عظيم. يا رب النهاردة اشركني فيك يا رب، خليني أبقى جواك يا رب، املاني بروحك. صلي النهاردة الصلاة دي، اطلب من الرب النهاردة إن هو ينقلك نقلة روحية تانية. لو أنت لسه بتدور عليه قوله تعالى يا روح الله واملاني، تعالى يا روح الله وانقلني من الفكر الملموس إلى الفكر، من الفكر الملموس اللي أنا دايما شايفه وعايزه وعايزه ومسكه إلى الفكر المحسوس اللي ما أقدرش أدركه لأنه فوق مستوى الفكر الطبيعي. انقلني يا رب النقلة تانية، دخلني معاك للعمق يا رب. خليني أكون فعلا إنسان جديد، خليني أكون ابن ليك، خليني ألتصق فيك، خليني أشبع بيك، خليني أكون
صياد للنفوس زي ما قال بطرس، زي ما انت قلت لبطرس اجعلك تصطاد الناس. قل له يا رب انا عايزك النهارده تستخدمني، بس الاول اشبعني بيك لاني بحبك وانت احببتنا للمنتهى وبذلت نفسك من اجلنا. الرب يسمع صلاه كل واحد فينا النهارده، الرب يقدر يلمس قلبك النهارده. لو انت بعيد الرب فاتح لك ايديه وبيقول لك تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم. لو بتدور عليه هتلاقيه، لانه اقرب ليك والصق ليك من الاخ. اوعى تفتكر ان ده كلام بنقوله، لكن دي حقيقه بنعيشها. عيش المسيح، خليك في المسيح وابعد عن كل شيء ضد فكر المسيح. قل له يا رب نقيني فابيض اكثر من الثلج، اشبعني سرورا وفرحا بكلامك، لان الكلام الذي يكلمنا به رب المجد هو روح وحياه. ربنا يباركك حضر الشيخ، ربنا يكمل عمله معاك ويستخدمك لمجد اسمه، وللحديث بقيه وعندنا عند وعدنا الاسبوع القادم نكمل الجزء الثاني من الى العمق. احبائنا المشاهدين سعدت بلقائكم واشوفكم على خير في الجزء الثاني الاسبوع القادم من الى العمق وهمسات عابر.